السلام عليكم. تعالي ما اقولك على عجينة ال10 دقايق اللي هتنفع معاكي في كل حاجة واي حاجة، مخبوزات، بيتزا، عايزة تحشيها، اي حاجة ماشي معاكي. بس عشان لو وقت الفيديو ما قضاش يبقى روحوا اليوتيوب، علامة اليوتيوب تحت صورتي، روحوا كملوا الفيديو هناك. المكونات عبارة عن 5 كوبايات دقيق ومعلقتين كبار سكر وكمان خميرة ومعلقة كبيرة لبن بودر وكوبايتين مية دافية ونص كوباية زيت ومعلقة من الملح ومعلقة من الزعتر السوري، وده اختياري. هنحط الاول السكر والخميرة وكوبايتين المية الدافية واللبن البودرة وهنديهم تقليبة، وبعدين هنحط كوبايتين بس من الدقيق ونغطيهم ونسيبهم 10 دقايق. ده شكلها بعد 10 دقايق كده الخميرة بتاعتك شغالة. هنضيف بقى نص كوباية الزيت وكمان هنضيف ذرة الملح وكمان الزعتر السوري وهنضيف 3 كوبايات من الدقيق. واعملي حفظ للفيديو لو ما عندكيش يوتيوب علشان الطريقة تفضل عندك على التليفون. لو حسيت ان هي لسه ملزقة في ايدك يبقى هي عايزة معلقة دقيق كمان، حطيها وكملي عجن. بعدين بتسيبيه 10 دقايق وعلى الفرن على طول، وبألف هنا وعافية.